ملعون ابوك يا فقر يا حبيبي. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. احنا برنامج الصدمة اليوم بدنا نعمل فكرة جديدة، تمام؟ شو حابين تعملوا؟ راح اعمل حالي ان انا شحاد. طبعا هاي المصور، في عنا مصورين على العمارة اللي هناك، وفي هون كمان مصورين. وراح اعمل حالي شحاد واجي اطلب منك مصاري وانت راح تعطيني مصاري. بعدين تمشي بتحرك حالك شوي، راح واقفك المخرج والمصور، وحابين نعمل هاي الفكرة عشان نبين انه الجانب الانساني عند الناس، انه لسه الناس فيها خير، تمام؟ اخيرا اجت الفرصة الصراحة انشهر واصير معروف. ان شاء الله نبلش اليوم، تنزل على التلفزيون، راح تنزل ان شاء الله الاسبوع الجاي بتكون نازلة. هسه راح نبلش، بس تزبط صفتك خلاص. 100 100 معلم، تمام؟ هلا معلم امور ان شاء الله. هيا هسه بزبط الصفة معلم. لا يا محسن، لله يا محسنين. الله خير، الله يعطيك اخوي. الله لا اربع ايام مش مات فتح من الزباله، بس غطي حالي جاي عيد يا اخوي. الله الله يرضى عليك، والله يستر علي ولا على اهلك، والله يرضى عليك. ليه بس اكل من ولا يرى يا زلمه؟ الغيرات بكامل الله. والله ما ينعز عليك. الله يا رب يا رب يفرج عليك. الله يعافيك. لا والله بركض. ايه وين المخرج؟ فيش مخرج. ايه معقول انسرقت؟ صدمة يا كبير، والله المسكين انصدم. كان شوف لنا واحد ثاني ونطلع لنا ليرتين ثلاث، خليهم ينشهروا.